الاي السنوميس اسوس وسوباتير وباتوكراتور. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. ياتي ملكوتك تاخذ مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. كم بخلصوص يسوس شليل إيرن باسي إخم نعماتي مارن شبه متنطط من بري بربسنا ليبو نايت بنوت بيوت من شويس او بنوت او بن سوتی رسوس به خریستوس جا فرس که بازی نگو نبر بایس نیرون افاره ایرون اف شبت نیرون افتی اسو ایرون افتی تو تین لبنتن شیره یا تای اونو سای این صوفون مرن تروفو بوسن تباره ایرون ام بای کو صوفای نمنا تیرون ده بن آنخ خنرین نبینن جبی وان توکراتور اف شویس بن نو Oti prosebeksaste evni mebjoise vnuti vivantokra אביות בן שויס או בנות או בן סוטיר אסוס בחריסטוס נשקורק יא רב על כל חל ומן אגר כל חל ופי כל חל לענקה סתרתנה וענתנה וחפוסתנה וקבלתנה אליק ואשפקת עלינו ועדתנה ואתהית בינה אלה הזי סעה لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا المكرم البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ماكسيموس وأبينا الأسقف المكرم الأنبا أرميا ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا لذيذنا نبن من ترنفر صانمونان ينسو بتاكتن برشيشنان يوم اجن نبن من اتشري نيم اجن تي قمتر سنتي بغاجي كني ليسان تنوشت ام في يوم نم بشي ايرينين ام ببنى ام مسوى
تترياس سواب انومو اوسيوش سنتم بانجلوس ام فراش ام بي ام كوزموش Yeah.
מטירוס מנה עבוד ברית ותרוס במרית את דבר פרסטור איזוס ברס עוד אין סוף נפון אין סוף אין סוף בין המשך אין איך נו בסס איסנות תנוש שמו תן תהיה עונף תן תהיה עוברו אוי Then be cage very toros Ben Yod Swabinzi E Kaos Ava Maximus Bebis Kobus Bimin Red and Debe Christos Beb Cage Virile Toros Ben Yod Swabinzi Ebor on tetirin, ene moinan ente, enkirin isemnenan ente kirin, kanin novenan evon. Gore evon. Oh, and Debbiot, and Bibnema is so web in the best more. שיר סתיר נבאסי כותב אבים תואם מוח נפנתים בכריסטוס יזנב אינה ניניות יתאווה בנרשי אפסקופוס כניניות ינפסקופוס
νινιώτι εν χειγουμένος και νινιώτι εμε πρεσβυτέρος, νεν νινες νεϊό εν θεϊακόν, νινιώτι εμ μονάχος και νινιώτι εν λαϊκός, ne mehri egenti anapapsistirs en tenie Christianos. Ina ente pe Christos pinuti, tiem ton in noe psichitiru, en pi paradisos en te ponov, anun dehon, en te verpinain imen, Εντεύ κάνει νοβινάνε. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبار آشرين وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البار آشار اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى
أجسادهم كل واحد باسمي وكل واحدة باسمي يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض فأما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك واعطيهم ويانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين يا رب تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا رب إله أبانا ومتزايد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك لأن أعين الكل تترضاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنل لي برك يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيمي القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس الكون قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئة رب عنا واقبل طلباتنا ليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد بخريستوس يسوس بين شو سامي هللويا شيرين تنتيو إروثياسون وبسمينو تيم برسنسون سيوني بين تيم أسنو دسما بن بخريسونس أني أوريكي بروسن شيريم شوي هابي شيريم من ريت إن بكان النوبي نالي بون شير سيطة سميثي نالي بيو إن انطاق مي بخريسوس بن نوتي دي برثينو سيسون واب أنتي هو إم شوي سيري يقول أنت فرق ونعين مني تي بارثينوس مريم تي صوتو كونس سواب تي بروستاتس ايدن اودن ديب جينوس ان ديدي مترومي هاري بريس دابين ايري قول مالن بخلصوس
Nem befiot en ha
شبر شويس يسوس بخريستوس افتون في بول كنيس موت افكر في مخن تركم افسريبون تروي نيرون ان صفون في طفشنا اني ما صبسي تبن قاهيب نيم نوت انت امن تغنى بروف اف اروتي افتا كنناكي امف مو ام بو اجم قوم ناموني امو افهم خير عمولي لنهم افكوش نورس الفيني بي افين النفس الديه الخنور افنمو سبي افقولو بيتشي سينما بيخون نفما انمتون او نامو اذبي بفران أفون أنت بقوم نو إيبول إذ بخيت نوي نرمى أخني آغا سوزك جيك إيبول خلقونا تيسن رفصالي إنكو إيبول جليلو يا الليلو يا الليلو يا الليلو يا الليلو يا يسوز بخريستوس إبورو أنت بقوم أفتون في بول خني اسموت ويقول إبري بناك نم بخيوت هابسوس نم ببنم ما يسوه جنتينو نم شايني إرب سلسلم مريم خني في قوت صائب شويسة قوينا من بسم نريد استبهم مبقري إيقون قطب ريتي قطب قوس جيطا بتخم يقصد موت يسقو يراس جتي أورو ساقوينا من مكبورو سولو من موتي إيروس خن بيقو انتيني قو جيتا صني أوه طائش فيري تابولي سمي يروساليم أختي ميني غاري روس خن عني شن راني بيشو جامي إيبول خن بيكي بوس خوزي أفسود بن عروماتا شيريني أوتي بارسير وسي أرو أمي نالي سيني شيرب شو شنتي بنجين وصاري إقفونا نما نوئيل كنتي هو آري بمكوتي خروس خاطي سيتن أوتنا رمبك شوي سيزو كبريستوس انتفكالي النوبي ناني بول سيطان أستاسي زند بغريستوس انجيني يومين فايسو جيم اف اي اف قد غنو زبودي ابونين انجي ميخاين دفرس موزي اخوين مبريتي انو سيت بذير انخويني قوو دفرس سويسي اخوشي مبريتي انو شيون اف ار او بيقا فيني ايوم ينفايسو جن جبيت تنكوتي انسو وفتم وفكيهم بايمان يوسف وما شنو تناغوس النباب وصولو جافتم ببول خني اسموت قطبريتي قبقوس نوتين راشد في طباش وفتم هبا افنا ارشور بيروتي نتقليني تتنا بروف ام افجي اي قسنوتين ونشتي غرب بكتا يوم خليل بحقون انا نفعوي جين صوت اتاكي شنو بينا كنتي انا استاسي زيم بشوي ويستبروس الزيم سوبر سوس بورن تبقو انا استاسكتن نكرون وقتنا نمبكونو حرب رزبا بيداريكم وبصال بستيزي على استاسي نخيل بعقون انا نبيوي Κύριος Ιησούς πι Χριστός αυσόν πνεύμα Αποστόλος ετε Πέτρος τμαν εδρεάς Ιωάννης νεμ Ιακώβος Λιχόν πιγός νεμ Μαθιός Βαρσολομέος νεμ Τόμες Ιακώβος ετε Αλπιός νεμ
امسيون بكنانيوس تدوس نم ماتياس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سيبين تاني ماثيتيس نطموشي انصابن سوتير ماتياس بيطف شو بيين اتشابيو اليوكا نم جوكي بول نم سيبين أبو إخرو أوشينا في فولهي جانب هو مبكاهي تيرف أوو نوصاجي أفو شافريك سنتي إيكوماني نوبيب شوي سالي يكون شوي سنيوتي أبوستولو Ava Marcos be Abosonos, O be Evangelistis, be Methere Hanemkov, te be monogenis in notia, ake, ake, oide, omni tempe Evangelis, ake, safon, eviot, nemshi. كنتين بولخين بقاكي إخون بيوين همي أكتمون بيوين كنتين بول إطفئي إبسيت بولخين إطفئ أمشي اسمو المهرين كت كن جنفي لتير تبقائي وو نكساجي أفو شبرك سنتي إكوميني شيرينك أوبي مارتيروس شيريبي إفانجينيستيس شيريبي أبوستولوس أبا ماركوس بثيوريموس طويل شوي سريه كن بثيوريموس إفانجينيستي ماركوس بي أبوستولوس ونشتغل بابي طايون تنس هو بلا صوماتوس نيوي بنت ديم اسمي بقتفتو مبرز بيتروس اسبيش خون تخون ابنوتي اوارف كنار بيترونوس بوسيرو انو مداد من انبيئو انبيئو ابيم سيجن قتفتو نسرونوس اريان اكلو مجنو افيوي ريان فيلنو ويبخنو جيقب من استينو بيبسود اتين عينين بروس افشين تل عبطون اجبيقاي ابئر بروس كن امو اخون شابي هي بمي نصنعون نرانبون اتب افشو بجنبيقاي زيز يسناتو بمشو يسريقون اجبي زي خنت خون ابنوتي اربرز ببيتاني اقوني اوي بتديم اسمي بغدف طمر اجبي ديرو انت بكاني النوبي غالب اقوني اخنوم اسمي بني اودي زوار زيكي ببطيروس من عبود ببرز بدروس بمن ريت بخريستو اكتشي اتخاري سمويس تمت هو من دمت شي سيدك أكتشن بطيوم بنيوت ماركوس في طبيش النوبينا أبكريسوس قالوا انت مجيقن أوينا مجنتك أفي أفتن أود هني شوشتن تزمت غورن نتعوي إذنك شو بنور بريمي صاب شو انتي إكليسية اترك امونيهم بكلاوس خنوتو بونموم اسميك قطبريتي اتفقوس جيبابلوس بيابوستولوس قطبريتي ماتشي سادي بايريتي خوفم بخريسكوس وصفصوص نتشزموك ننبيهم نودوس دافيد جنسوك بيبي اوهب شايني قطب تاكسيس ملشي سيدك شرب نشتم بطيئة بنيوت اسنو عبرابة وضرس بطني بزقوية دواب إرقو عيني ام بالنوس شوي سبنو تنتد في طقر وجنب في سرونوس
إن عني شدرم بين مانسيون إريني كنت طبيم بشوي سيري يكون بين يوتي صوات بطري عشير بابا أبا توادر في عشير سنتم كان النوبي ماني فور طبيم بشوي سيري يكون بين يوتي صوابين زيكيوس أبا ماكسيموس بيبسكوبوس اندفكان النوفينان ايفون طبيم بشوي سيري يكون بن يوديس وابن زيكيوس أبا أرمية بيبسكوبوس اندفكان النوفينان ايفون شوبين سو إرسوم سيغون خيني ماتشو سي طريقين خيتون ودين شو سنب ديرين دي ساوتو كوستو ينبارسينو سنسيوني فين ماتي هم في طريق ناس بن سوتير العاصو انت خولي نقيسي بولارو انت سمنين عن انت فيريني شيريني اوتي بارسينو تيورو امنا ليتيني شرب شو شنت بن جنس أريك فونان إمانوين تنتي هو قريب إمك يوتي أبرز قاتي سيدن أوت معلم بن شوي سيسس بغيستو ستفكان إنو بن نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك أيها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين تبات الكنائس غفران الخطايا نشرب بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من حق مولود غير مخلوق سأل الآب في قهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء بسدى من الروح القدس ومر من العذراء وتأنس وصلب عنا على أهد بلاد صبنتي تعلم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماء جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن القضاء عام نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسك من الآب أسجد له المجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع أهدية واحدة ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتم Ezmo eron ari
داري بويسي نيرو. שיניכם בק אוגי אוו כננו אובינן אבו Oh.
في السماء هنا أرض الشقاء الشهيد
من أبونا منا لم نحياك حياتك لم نسلك في صفاتك اذكرنا في صلاتك الشيء أبونا منا اطلب عن الكنيسة ومصرنا الحبيب يحفظنا من كل ما كده الشهيد أبونا مينا وطبعا الزاهر عنا البطل بطرقنا وأمامنا الأصفى الشهيد أبونا مينا اطلب عن كانتنا وأيضا شمامستنا وكل بعتنا الشهيد أبونا مينا اطلب عن محبي وكل طالبي أهمنا الرب الذي الشهيد أبونا مينا تفسير اسمك في أفواه كل المؤمن الكل يقولون إلى الشهيد أبونا مينا أعنا أجمعين خير أبناء الشاهي
Jesus be Christus benno o ti fi etafgos en fa ageios etayotema asiti Apostolos es oh, Jehan mich eme profitis nemhan esmi, ab ebesimin enab, enietet enab ero Sotem enieteten sotem erohem bo sotem en soten ze Shaen sotem o eiri enek evangelionis o cheni tob henteni es o ve enta prosem exasti per tu agio evangelii Ari
يوسف مبزئون بني طب هون هنان اربو مذي خننتي ونمنن طب اتن ايري امو ابشوي هارو اوك ابشوي سبنوتي الذين سبقوا فرقدوا المرضى إيش فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صلوا مستضعفي صد بفوق شوف ايروك ابشو بخنك قبلي يوشعيني تمرون ابنوتي بين صوتير تيلبس انت أبرك ام بكايت الفليلويا ما رفتم فنجي ابنوتي ما رقوري فولن جنف قاجي تيرو ما روبوت يقول خايتي ام بفوين جاءوا اني بنس مسلم بفرانس هو بللويا ما روتشاس فنت اكليسيا انت بيف لا هو ما رو اسمه رفيق ازد رايت تهني الرسبي كونو متوت ام بريتنان اسوم ابنا بنجنيت سلطنو اف اين اونو افور بنجيت شوي سوو ان فوم اين جن سوك بفو بشايني قطعت طاقسي سمنشين سيدي شوي سوينا من مؤمن يوديس هو المطري يرشيس بابا بطا ودرس بما اسمع نم بن يودين ابس كوبوس ابا مكسيموس نم بن يودين ابس كوبوس ابا Yeah.
Θείτε με τα φόβο Θεού, ακούσομεν του Άγιου. Ευαγγέλιο. Ευεσμαρώτην και πιέσνε Ιώχεν Φράνου με ψώσιν την εγώμ. Κύριε αυλόγουσον εκ του κάτα, μεσαίων Αγίου Ευαγγέλιο του Αναγνωσμά. Σωστή, Κύριε Ιεέ. Κυφνούμι με χέφετη λέει, لنسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا الأسقف الأنباء موس أسقف عام للحرفين وكل قطاع إلى السماء يحفظ لنا سنين عدة وأزمنة سلمية مديدة ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلوات وطلبات الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مرمى البشير التلميذ الطاهر بركاته تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقطار الأرض فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد
على طقس ملك صدق الليلويا. الرب عن يمينك يا بان الطاهر الباب البطريرك الانبا وضرس الثاني وشريكيك في الخدمة الرسولية أبينا الطباو المكرم الأسقف الأنباء ماكسيموس وأبينا الطباو المكرم الأسقف الأنباء أرميا. الرب يحفظ حياتكم. باسم رب القوات ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في الساعة التي لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فيها. فمن هو يا ترى العبد الأمين والحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. أبانا الذي في السماوات قد تكون مشيئتك أعطينا اليوم. هللويا 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 يا صوت برزوز بجيري مبنودي عبيتشي صارس خندي بارسينوس أسمس فنجيتي بارسينوس خمبت لهم انت ديوز أفتون في بورخني اسموت ام بيه هوهم شوم فير بهور بربنا نم بيودنا نم بنمارسوري الجندنون مشاين دبز مرود جبيود نم بشيري نم بنمارسوري تدري ازجي كبونتن هوش يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. زين الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. Ενώ ποιον σου, Κύριε, πρόσχομαι Θεό με τα φόβο άμι. Κύριε, ανεβάσει το πνεύμα τη أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كربطات خطايانا من قبل آلاف المخلص المحيي الذي نفف وجه تلميذ القديسين نور ستار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا مكبر رسل قطار عمد الذين يعملون في الكنوتة نغفر خطايا
عبيدك أبائي وأخواتي وضعفي المنحنين أمامك بالرسوم، ارزقنا وارزقهم رحمتك وارتع كربة خطيانا، وإن كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بالقول أو بالفعل أو بصغر النفس، فأنت يا رب عارف ضعف البشر كصالم حب البشر. اللهم أنا معلينا نحن الخطاة بغفران خطيانا، باركنا طهرنا حالنا وحال كل شعبك. أمين. كريانا أيسون، كريانا أيسون، كريانا أيسون، أمين اللي وياه سبت لي كايو كي عيون نرماتي كانين كاي كاستوس إيون أستون إيون نعم من وشي بولن قوين وشي أوبن شوي سيسوس بخريس بشيري ممنو دافيد صيف سند مارسينوس أسمس فين جدي بارسينوس خم بيتليم تديوديا توم في وان كان يسموت خم بيه او ام ما شوم سوتي مونا وان اينان اكي تشيت خالي سمو سيسلمت او ابن تيمت شيسي تيمت خلون تيه كوبينو جنان تيمت او صالة بيتا ينسوت بنت دافيد تي صوفية انت صولومون ببن من بارك لي طن في طفية جن يا أبو الصولوس بشي سبي علي بانك الطاوي أطفن بنيوت الطايوت العشير أبا أبا تاوادروس نم بنيوت نيبس كوبس أبا ماكسيموس نم بنيوت نيبس كوبس أبا أرمية نودن ديت في فتقرؤو جنو إسرونوس إن عن ميشن رمبين ما سيون إريني كونن إف سبيون نو قاجي تيرو صابسيت النو تشالب بين كولي طوي بيري السوزاني يقند بكاري النو بيناني والخن ويريني قضاب منيشتي الناكري كيري ليسون كيري ليسون كيري افلوغي سونا من اسمه رويس اسمه رويس تيميطان يكون يبلغون باسمه بخريستوس بالنوتي امين اسلشو يا مالك السلام أعطينا السلام أكرر لنا السلام وغفر لنا خطيئنا كالملك والقوى والمجد الأبد أمين وجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. تفضلوا استريحوا تفضلوا. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهرين كلها امين. اولا قبل ما نبدا الكلمه القصيره جدا نشكر الله على عوده ابونا الحبيب قداسه البابا الانبا تودروس إلى كرسيه بسلام ونطلب له الصحة والعافية ليكمل الرسالة التي يتمنى عليها الرب. أيضا نشكر صاحب النافة الأنبا رمية الذي أعطانا هذه البركة أن أنا أخذ بركة هذه العشية وبركة أبونا مينا عبود. عشان تبقى عارفين إن إحنا جينا النهاردة ليه، إحنا جينا عشان نطيب رفات أبونا مينا عبود الشهيد أبونا مينا اللي استشهد في العريش. فإحنا عندنا هنا بعض من رفاته، يعني جت من طول رفاته، يعني إيه طبعا هو لما ضربوه بالرصاص في بعض من سنانه أو كفه تتطاير، فجمعوا هذه الرفات وحطوها في أنبوبة، وإحنا النهاردة طيبنا هذه الرفات. ده السبب اللي احنا موجودين فيه. اما جسده فهو موجود في مصر القديمة
لكن يشفع فينا ويتسلم من أجلنا. وطبعا هو ببخته، أنا مش عارف لما المزمور بتاع العشية يعني جاب الصدفة ولا دول. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. ده مزمور العشية، مش معقول يكون جاب الصدفة يعني، ده هو ربنا اختاره. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. طبعا قبل ما ابتدي الكلمة طبعا يعني مش عايز اقول يعني تصوني مريم زوجته موجودة معنا، وبناته المباركين فيرونيا ومونيكا، وكل احبائه موجودين معنا. وطبعا العشية النهاردة كمان كانت بالطقس الفرايحي، حاجات كده مش بالصدفة يعني، لان بكرة يوم 29 في الشهر القبطي تحتفل الكنيسة بثلاثة أعياد، عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة. يبقى النهاردة صلينا بالطقس الفرايحي، والمزمور بيقول توبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في دارك، يعني كلها أكيد أبونا دلوقتي هو في السماء بخته. صدقونا نقول له بخته. هنتكلم كلمة صغيرة. أولا بيقول اسهروا اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. يعني اسهروا يعني اسهروا يعني ما ننامش ولا ايه؟ كلمة اسهروا لها عدة معاني، ولكن من معنى من معانيها يعني ايه؟ محاسبة النفس. عشان نقول كلمة كده لفايدة المتكلم والمستمع، لأن الواحد ما بيكلم بيكلم نفسه يعني. إصاره يعني إيه؟ كلمة إصاره يعني معناها حاسب نفسك، ده معنى من معاني كلمة إصاره، محاسبة النفس. اليوم اللي يعدي من غير ما الإنسان يحاسب فيه نفسه لا يحسبه من أيام حياته، ما يحسبوش. حسبة النفس يعني ان الواحد يقعد مع نفسه كده ويشوف السكة اللي انا ماشي فيها دي هتوصلني ولا مش هتوصلني، الطريق اللي انا عايش بيه ده يدخلني السماء ولا يضيع مني الابدية. ادي معنى السيد المسيح بيقول اسهروا اسهروا يعني اقعدوا مع نفسكم وحسبوا نفسكم، وهل السكة اللي انتوا ماشيين فيها توصل ولا غير السكة وابتدي سكة جديدة، ولا اكمل في نفس السكة الغلط دي. ياما ناس ماشية في سكة غلط ومكملة وعارفة ان السكة دي ما توصلش للسماء، لكن ادي اول معنى من محاسبة النفس. في ناس تحاسب نفسها قبل الاعتراف، قبل ما اروح اعترف احاسب نفسي، ده نوع. وفي ناس تحاسب نفسها في نهاية اليوم قبل ما ينام، يقول كده ايه يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بالفكر او بالقول او بجميع الحواس قبل ما ينام. واذا انا عتيدا اقف امام الديان العادل قبل ما انام، نوع من محاسبة النفس قبل ما انام. في نوع محاسبة النفس بعد ما اغلط، اقول ما غلط، اقول لا ده غلط ما نعملوش تاني، ده نوع. واجمل نوع بقى من ده كله هو الواحد يحاسب نفسه قبل ما يغلط، قبل ما يقول الكلمة يمررها على مخه الاول، يقول اقولها ولا ما اقولهاش. ادي محاسبة النفس. محاسبة النفس دي الاباء كتبوا فيها كتب كبيرة اوي. يبقى في نوع من محاسبة النفس قبل الاعتراف، في نوع محاسبة النفس قبل ما نام، في محاسبة النفس قبل ما بعد قبل ما اغلط، وفي نوع من محاسبة النفس الاول قبل ما اغلط، وده غلط يعني مش اغلط وبعدين اندم، لا انا قبل ما اغلط احاسب نفسي. عشان كده احد الاباء قال له احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكمه
عليك. بدون محاسبة النفس لا ينمو الإنسان في الروحيات. الإنسان ما بيحسبش نفسه مش بينمو في الروحيات. كلام كتير قوي في محاسبة النفس، لكن أنا عشان السيد المسيح قال النهاردة إيه؟ إسهاره. التاجر قبل آخر الشهر كده بيحسب نفسه، والبضاعة اللي أنا جايبها دي هتكسبني ولا تخسرني بي. مش يقعد يجي لآخر السنة لنفسه خسران. محاسبة النفس دي مهمة جدا. تذكر قول الكتاب وانت بتحاسب نفسك لا تقع في اليأس. ما هو في واحد هو بيحاسب نفسه يأس، بقول ما فيش فايدة فيا، أنا مش نافع ويأس. ودي ضربة من ضربات الشيطان اللي هو الإنسان ييأس. لكن طبعا في محاسبة النفس لازم الإنسان يكون عنده رجاء إن ربنا وعد إن كل الخطايا جميع الخطايا تغفر لبني البشر. أنا واثق إن ربنا هيغفر لي خطاياي، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا. نقطة تانية، طبعا كل ده هنخش بقى على أبونا مينا عقبود، هو في السماء دلوقتي. هنشوف بقى آية كده ونفهمها. بيقول كده ربنا يسوع المسيح في يوحنا 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت المكان آتي وأخذكم، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ربنا قال إيه الكلمة دي؟ طيب السؤال بقى المهم قوي نسأله نفسنا. ربنا صعد يعد المكان بقاله 2000 سنة. فكروا معي، المكان اتعد ولا ما اتعدش؟ ردوا معي، المكان اتعد ولا ما اتعدش؟ طب ما هو بيقول لو اتعد خدكم، طب ما خدناش يبقى ايه؟ دي المهمة اول لازم نفهمها. هو قال انا راح اعد مكان وبقاله 2000 سنة، معقول المكان ما تعدش؟ يعني ربنا كان يعني ما عندوش مهندسين ولا ايه؟ ولا ما عندوش طوب وزلط واسمنت؟ المكان متعد من قبل تأسيس العالم. ودي آية في متى 25 بيقول كده ايه: تعالوا الي يا مبارك ابي رسو الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى المكان متعد من قبل تأسيس العالم. امال ايه انا ماضي لأعد لكم مكان؟ اعداد المكان هنا اعدادنا احنا للمكان. يا رب تكونوا فهمتوها وانا عرفت اوصلها. هو اعدادي انا للمكان، مش المكان متعد. طب سابني ليه لحد دلوقتي؟ عشان مكاني لسه ما تعدش، مكاني انا. ليه خد ابونا مينا؟ لانه مكانه تعد خلاص يروح. طب انا سايبني ليه؟ عشان مكانه ما تعدش، او عشان ما تزعلوش يعني ممكن يكون سابني ليديني اكاليل اكتر. يعني ما هو انا واخد، انا معايا اكاليل بس عايز اديك اكاليل اكتر. يقول ايه؟ الذي ياتي بثمر انقيه لا يأتي بثمر أكثر. يعني أنا بنقيه عشان يجيب ثمر أكثر، فربنا سيبني أجيب ثمر تاني. وكمان في آية بتقول إيه؟ أبونا مينا صعد إلى السماء، الملائكة بترحب بيه بتقول له إيه؟ من هذه الطالعة من البرية كعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزهرة التاجر. أبونا مينا هو صعد، النفس دي الملائكة بتقول مين النفس الحلوة دي اللي طالعة بالصلاة؟ الصلاة ده اللي هو ايه؟ كعمدة الدخان وبعدين معطرة بالمر واللبان. معطرة بالمر واللبان اللي هو الألم والتجارب اللي هناخد منها أكاليل. يبقى المكان اتعد بس أنا لسه ما تعدتش،
فأعطيني فرصة عشان أتجهز، ولما أتجهز ياخدني. أول المكان بتاعي جاهز بس ناقصه حتة تاني، إكليل أكبر، مكان أحلى. فهو المكان الإعداد هو إعداد لنينا. كيف يعدنا الله للمكان؟ بأربع أشياء. خلي بالكم احنا هنا في الدنيا دي كان يعجبنا قوي الأنبا كراس اسقف العام محله، كان يقول انا كنت اسمع ذاته دي اتكيف. قعدت اسمع فبيقول ايه، بيقول احنا هنا في مركز تدريب، كان دايما يقول كده، احنا هنا في مركز تدريب بنتدرب على الحياه في السماء، بنتدرب تدريب. احنا لما دخلنا الجيش ودونا مكان كده معسكر مركز تدريب، قعدنا فيه 45 يوم اتدربنا على 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 السلاح وعلى يعني، وبعد كده اتنقلنا للوحدة. طيب انا هنا في مركز تدريب، ربنا بيدربني، انفع اعيش في السماء ولا ما انفعش؟ طب انا بحب اقعد معاه يبقى ياخدني في السماء، ما بحبش اقعد معاه يقول لي هتيجي تعمل ايه، هتزهق. صدقوني يعني شوف ربنا بيبص كده، شاف مريم جلسة تحت قدميه تسمع كلامه، قال دي اختارت النصيب الصالح. فبتحب تقعد معاه كم ساعة بتقعد مع ربنا؟ ولا طب هتروح تقعد فوق في السماء ازاي معاه؟ تحب الصلاة، تحب التسبيح، هو السماء كلها صلاة وتسبيح. عشان كده بقول اسهروا. اسهروا يعني ايه؟ يعني لما هيجي هياخدكم في الوضع اللي انتوا فيه. صدقوني خلي بالكم الوضع اللي انا فيه هياخدني. طب انا بصلي ياخدنا اصلي، انا خايف اقول مثلا واحد قاعد يتفرج على ماتش كوره مثلا هيطلع يعمل ايه ده بقى؟ هيدور على ابو تريكه فوق، مش هيلاقي ابو تريكه، هيطلع فوق، ما هو قاعد يتفرج على ابو تريكه. واخد بالكم انا شخصيا بتفرج على الكوره، انا مش بقول ما بتفرجش، بتفرج بس بخاف وانا بتفرج ياخدني وانا بتفرج، تبقى مصيبه. ما انا بتفرج على الاهلي والزمالك وبتاع، ربنا خدني في الوضع ده اروح فين؟ اطلع فوق ما لقيش تلفزيون، ما لقيش ابو تريك، الله طبعا اعمل ايه؟ لكن انا بس لذلك طوبى الانسان اللي يكون مثلا بيصلي قداس وينتقل يطلع يكمل فوق بنفس الطريقه. يقول كده في سفر الجامعه، الشجره لو وقعت على اليمين ولا على الشمال فحيثما تقع الشجره هناك تكون. انت اخر حاجه كنت بتعمل ايه؟ اخر وضع، اخر وضع زعلان مع مراتك كويس، هتطلع السماء هتعمل ايه؟ مش هتعرف تجيبها تصلحها، ما خلاص. زي مرة كان أبونا بطرس جيد المتنيح بيقول حضرت جنازة كده، فلقيت كل الناس بتبكي بس لقيت واحد بيبكي أكتر من الكل، عمال يبكي. فسألت الأخ ده ماله؟ قالوا له ده أخ متوفي. قال طب وماله يعني؟ قالوا لا أصل كانوا متخاصمين، كانوا متخاصمين مع بعض، فهو مات اخوه ومن غير ما يتصالحه. اخر حاجه انت فيها ربنا هتكملها في السماء، واخد بالك؟ طيب انا هقول بس اربع نقط في الاعداد، ومش كل واحده مش هنقول فيها تفاصيل لان الوقت تقريبا خلص. الاعداد ده ما قلنا احنا ربنا بيعدني انا، طب هتعدني ازاي يا رب؟ باربع حاجات. اول اعداد قال لهم لازم اصعد للسماء عشان اعد لكم مكان. طيب طلع بقى عمل ايه؟ راح قال للاب
ببساطة كده، أدي جراحة، بص الجراح، بص جنبي. فالآب قبل الذبيحة، رضى عنه. فهو أول إعداد إن لازم أطلع، عشان كده قال المرأة السامرية إيه؟ لا تلمسيني لأني لم أصعد، لازم أصعد الأول. فلما هو صعد وخدنا معاه ودخل بينا للأب، يبقى ده أول إعداد. من غير كده ما فيش إعداد، يبقى لازم يطلع ويوري الأب جراحاته، فالأب يغفر لنا خطايانا. تاني إعداد قال لهم لازم أصعد عشان أبعت لكم الروح القدس. الإعداد التاني هو الروح القدس، قال لهم كده هو متى جاء الروح القدس فهو إيه؟ يعلمكم كل شيء. وقال لهم أكتر من كده في الروح القدس، قال لهم إنه ومتى جاء ذاك، وبعدين إيه حتى يعني يعطيكم قوة. يبقى الروح القدس لما هيجي هيعطينا إيه؟ قوة. لكنكم ستنرون قوة ما تحل عليكم الروح القدس. يبقى الإعداد الثاني إن يدينا قوة. متى جاء ذاك يعطينا قوة. النوع الثالث، الإعداد الثالث، إن هو بقى شفيع لينا في السماء. ده إعداد لينا، يعني بقى خلاص تغلط الابن يقول للأب عشان خاطري سامحهم، بقى شفيع. عشان كده ده كده أعداد. ودي آيات صدقونا، أنا يعني مش عاوز الوقت عشان الوقت. مثلا بيقول إيه مع يوحنا، بيقول إيه وإن أخطأنا أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطيانا، ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم. طلع فوق عشان يبقى شفيع بيشفع فينا. من غير كده ده أعداد. اغلط الاب يقول للابن عشان خاطري، يقول حاضر. ده عداد شفيع لنا. حتى في لما المسيح لما مشي كده وضرب مثل الكرام، قال له ايه اقطعها، لماذا تعطل الارض؟ فقال له ايه اتركها هذه السنة ايضا. ده الشفيع بيشفع فينا. آخر إعداد، ودي آخر كلمة، التجارب. صدقوني أحلى إعداد هو التجارب. يبقى بيعدني إنه هو طلع فوق ورى جراحات الآب. الإعداد الثاني بعت الروح القدس. الإعداد الثالث بقى شفيع. الإعداد الرابع التجارب. أحلى حاجة في الدنيا التجارب. دي معناها إن أنت ماشي صح. ما فيش تجارب يبقى انت ماشي غلط. هتتجرب يبقى انت ماشي، يبقى الشيطان تعبان منك، متضايق منك. التجارب ده الاعداد الرابع والاخير. طيب بقى ايه الاعداد بقى اللي هو التجارب؟ ربنا في سفر التثنية بيقول ايه؟ الطريق التي فيها صار الرب بك لكي يجربك ليعرف ما في قلبك لكي يحسن لك في آخرتك. تجارب دي عشان ربنا يعرف اللي في قلبك عشان يحسن لك في آخرتك. التجارب ده إعداد، بيعدني بالتجارب. تجارب مدرسة للصلاة. التجارب نرى فيها يد الله. التجارب نأخذ منها أكليل. التجارب تجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويفكر في الأبدية. كلام كتير في التجارب، لكن الوقت يسمح لا يسمح. لكن أنا بشكر ربنا على هذه الفرصة إن ناخد بركة أبونا مينا، ويريت نوصل للي هو وصله. هو طبعا يعني سرق السماء كده، عشان كده المزمور بيقول طوبى لمن اخترته
وقابلته ليسكن في ديارك الأبد، ولربنا المجد دائما أبدين أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا. كل سنة طيبة سيدي.